مساء الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد الاثنين من برنامج حدث وتحليل. في هذا العدد مشاهدينا سنركز في الفقرة الأولى، فقرة عناوين الصحف، على مستجدات الشرق الأوسط والعدوان المستمر الصهيوني الغاشم المستمر على كل من غزة ولبنان. ثم في الجزء الثاني سنتحدث عن مسألة القضاء على التشغيل الهش وضمان مقومات العيش الكريم، ونختم بالحديث عن معركة الجلاء الذكرى 61 ومعركة التحرر الوطني. طبعا يرافقني في تناول وتحليل هذه المحاور محللي البرنامج تعودتم بهم الكاتب الصحفي سفيان أبو فرحات. مرحبا بك سفيان. أهلا نزار، أهلا فاطمة، ومرحبا بالسادة المشاهدين. نعم، والكاتبة الصحفية فاطمة بن عبد الله كراي. مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا نزار، أهلا وسهلا بالمشاهدين، وكذلك أهلا وسهلا سفيان والفريق كله. نعم، ننطلق إذن في تناول فقرات الحصة، والبداية كالعادة بفقرة عناوين الصحف وعناوين الواردة بالمواقع الإخبارية الإلكترونية. نبدأ إذن فقرة عناوين الصحف لهذا اليوم بعنوان أورده موقع قناة العربية بخصوص هجوم مسيرة حزب الله التي استهدفت أمس قاعدة تدريب لجنود الاحتلال قرب بنيامين جنوب حيفا. الموقع عنوان مقتل 4 جنود وإصابة 67 بجروح في هجوم بنيامين. من خلال هذه العملية سفيان، هل يمكن أن نقول أن حزب الله استعاد زمام المبادرة في المواجهة، وهل يمكن أن يؤثر أو يؤدي ذلك إلى تصعيد أكبر بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله؟ أكيد جدا هناك معطى جديد. أولا قبل كل شيء نأخذ بكل حذر الأرقام خاصة يعطيها الكيان الصهيوني المغتصب، وإلا الكيانات العربية كذلك المغتصبة هي ذاتها، لأنه بعض إذاعات وبعض التلفزيون وبعض الأبواق العربية وخاصة أصوات ما يسمى بمشروع أبراهام وما يسمى بالتطبيع مع العدو الصهيوني، وهو جرم في حد ذاته، ولو يحبوا يعني ينتصروا، يعني الكيان الصهيوني أكثر من بني جلدتهم العرب، نتجاوزوهم الآن. على ما يبدو الآن هناك أولا بنيامين نتنياهو استخف باللبنانيين وظن وأنه بالاجتياح البري سيتمكن من القضاء على لبنان ويدخل فيها كما السكين في الزبدة. عشرات القتلى ومئات الجرحى الصهاينة، ومنهم العملية النوعية متاع البارح اللي فيها زاد عشرات القتلى حسب الإعلام الصهيوني. أنا نقرأ الإعلام الصهيوني وأقرأ باش تعرف عدوك يجبك تقرأ. الإعلام الصهيوني يقول ماتون عشرات، والعرب يقول مات واحد، بركة ماتوا كان أربعة ومات واحد عربي، حكاية كما هكا يتجاوزوهم كما قلت لك. عملية الاجتياح البري بان وأنها هي عملية الانتحار البري، وكما قلت سيادتك في سؤالك على ما يبدو الآن أصبحت معادلة جديدة. أولا المقاومة لحد البارح ولوقت البارح ما استعملتش أسلحتها الاستراتيجية، وبينت وأنها الآن تستعمل في سلاحها الاستراتيجية حتى استراتيجية، وتستعمل في قاعدة جديدة للنزاع وهي توازن الردع أو توازن الرعب. الرعب نعم. وهذا ايش قالوا لهم الرسائل نتاعهم؟ بيروت ضد تل أبيب، هي تل ربيع اسمها، بيروت ضد ما يسمى بتل أبيب، والضاحية هي جنوب بيروت بمقابل حيفا، والبارح ضربوا في جنوب حيفا. حيفا تبعد 40 كيلومتر على الحدود اللبنانية، يعني على منطقة الناقورة ومنطقة شور وغيره، القطاع الأوسط والقطاع الشرقي والقطاع الغربي. وكذلك يحبوا يقولوا لهم رانا مازلنا ما بديناش في الخطوة الجاية، هي المدنيين ضد المدنيين، يعني عدو الصهيوني يتلكم في مجازر كبرى. شوف يحكيون على المحرقة اليهودية للشوار، المحرقة شفناها البارح، وين الأطفال الفلسطينيين محروقين. نعم. والنساء الفلسطينيات محروقين قدام العالم. ووين العدو الصهيوني يضرب في قوات الامم المتحده وغيره، وفرنسا تسند فيه رغم ان اكثر الفرنسيين يخدموا في قوات الامم المتحده وغيره. يعني الشوارع اللي حكوا عليها شفناها البارح هي المحرقه الصهيونيه ضد الشعب الفلسطيني العظيم. وبالتالي المقاومه الان تستعمل في عديد المعطيات، اولها كما قلت لك استعمال سلاح استراتيجي، ثانيا توازن الرعب،
الضاحية مقابل حيفا وبيروت مقابل تل ربيع اللي يسموهما تل أبيب، وكذلك الخطوة الجاية هي المدنيين ضد المدنيين والجنود ضد الجنود. لحد الآن المقاومة تبعث للصهاينة المغتصبين في المغتصبات اللي يسموها كما احنا نقول استعمار، يعني كأنه معمرين كأنه يعمل في حاجة احتلال، المحتلين شمال فلسطين يعني جهة الجليل الأعلى وجهة صفد وجهة الكرمل ومرج بن عامر وجوية هذيك الكل وحيفا وغيره، يقول لهم ابعدوا عن المنشآت العسكرية، احنا نضربوا في المنشآت العسكرية، اما ينجموا ينتقلوا يضربوا في المنشآت المدنية. اليوم العدو الصهيوني ضرب في اهدم وضرب في زغلتة الزاوية وهي بلاد سليمان فرنجية، علما وانه سليمان فرنجية حفيده مترشح يمكن للرئاسة، مشاو ضربوهم اليوم وقتلوا العشرات. نعم. غاديك. لأنه موقفهم آخر معناها. هو موقفهم وحلفاء تاريخيين للسوريين معروفين من وقت سليمان فرنجية وأبوه توني اللي قتلوه الكتائب. لكن كذلك يحبوا يدخلوا عن طريق شتورة وطريق زحلة وغيره. موطا آخر مهم جدا وأنه العدو الصهيوني منذ أسبوعين ما نجمش يدخل، وعلى ما يبدو وأنه المقاومة لها صواريخ ضد المدرعات وقتلوا الان عشرات من كانوا صهيوني كانوا مش مئات وجرحوا العشرات ومش مئات، وتتذكر كلامي سيؤثرون منهم الكثير. العدو الصهيوني عنده اسبوعين في الانتحار البري ما قدمش 300 متر ما قدمش ما نجمش يقدم من هنا للاوتيل اللي بحذان هنا. فهمتني؟ الخطوه الجايه انه نتنياهو هذا امام ثلاثه خيارات احلاهما مر، الاول وانه ينتزم بميزان القوى، الثاني انه التوقف عن الاجتياح وقبول الهدنه ويعمل صفقه رهائن، وخاصه رئيس المخابرات نتاعهم مشى لمصر هالنهارين وعلى ما يبدو ثم نقاشات، وبلينكن كذلك وزير خارجيه امريكا دخل في العمليه، والثالث معناها هو شبه انتحار لحكومه نتنياهو لانه التصعيد باش تحل عليه الجبهات الكل، جبهة اليمنية، جبهة السورية، جبهة العراقية، الجبهة الإيرانية وجبهة اللبنانية اللي هي الآن أقوى جبهة. نعم. وتكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح، حتى أن العدو الصهيوني مخرجين واحد هذاك يتكلم بالعربي اسمه مردخاي قال ما ناس لو عيب قاعدين ياكلوا وهم ضربوهم، أنت تقصف في المدارس وأنت تقصف في الأطفال وتقصف في السبيطارات وتقصف في في في, في معناها الروضات بتاع الأطفال وتقصف. نعم. في العجز وتقصف في الكبار، ومن بعد جاي تحكي لي على كذا، يعني هما قتلوا جنود وفي قاعدة عسكرية، جندي حامل بارودة ومستعمر ياكل يعني كي ياكل يقولوا له لا استدعم عندك حلمة باش تاكل، وبالتالي انرأى توازن جديد، وحزب الله لم يستعمل كافة أسلحته وهناك اندحار للعدو، ويجب أن نشكل هذه المقاومة. ومن عام ناول نهار 8 أكتوبر أنا وأنت فاطمة في هذا البرنامج قلنا إن المقاومة هي عنوان المرحلة، والبارح بينت المقاومه انها ما زالت عندها ضربات. نعم. اقوى حكايه صويعات، والله نحكي لك حاجه شخصيه، البارح انا وزوجتي هكا في السياره انا حاسه هي كيفنا الكل. نعم. في ديارنا الناس كل متالمين، قلت لها بشكل وضربه رهيبه، والله بشكل وضربه رهيبه، من بعد ساعات قلت لك كيفاش عرفت؟ لا نعرف، نعرف صار عام 2006 ونعرف صار عام 2002 ونعرف صار بعد معركه الكرامه ونعرف صار بعد بيروت. لا. يعني المقاومه هي عنوان المرحله، ونرفع رؤوسنا مع محر المقاومه، وما هناش ما ثماش طائفيه وشيعه وسنه كما يحبوا الصهاينه، هناك طائفه المقاومين وطائفه المتبعين والخونه والصهيونيين. نعم. استاذة فاطمة، هذه الضربات والهجومات التي تشنها المقاومة اللي حكى عليها سي سفيان، وشفنا البارح حزب الله اللي مشى يعني ضرب في بنيامين جنوب حيفا، كيف يؤثر ذلك على العمليات العسكرية الصهيونية في لبنان؟ هو اولا سعى يلزمنا نشيروا اللي الكيان الصهيوني ارتكب جريمه اباده ومحرقه فعلا كما قال لك سفيان اليوم الفجر في مخيم. نعم. جباليا اللي هو تحب تقضي عليه كومبليتمون، وهو عنوان مرايه للكيان الصهيوني، مرايه للاحتلال، انه هو الناس هذوكم راك انت خرجتهم من 48 وما نساوش، وباش يرجعوا لبلدانهم باش يرجعوا لمدنهم اللي هي حيفا وصفد وغيرها. ثاني حاجة في وسط النهار مع 11 توقيت تونس معناها هذايا عن طريق جباليا تضرب عن طريق المدافع وقتلوا ناس عزل وناس ماشيين ياخذوا في الدقيق لأنهم جاءوا عملت عليهم حصار عمره ولا صار ولا في التاريخ القديم ولا الحديث. الحصار اللي أطبقته أطبق الاحتلال على
أهالي غزة وخاصة الآن طوى في الشمال لأنه مسرح العمليات، هما مشاو ياخذوا في الدقيق في المركز التجميع ومتاع الأونروا وهما يضربوهم بالمدافع، وشفنا الدقيق مخلط بالدم الدماء البشري. نعم. اللي هما أطفال ونساء وماشيين باش يوكلوا صغارهم إلى آخره. الحاجة الثانية بعد بساعات يضرب الكيان الصهيوني في دير البلح، وهذا في وسط غزة. دير البلح هذايا اش عملوا؟ جاوا الخيام اللي قالوا لهم انسحوا امشيوا للمستشفى بعد مستشفى المعمداني، وخيام بيضا نشوفوا فيها خيام تاع الأمم المتحدة ولا متاع لدوم، يعني سيبوا عليهم الصوارخ وريناها تحرق. نعم. ورينا الابدان متاع الناس تحرق، وذكرنا في العامرية لأنه عرف إسرائيل اللي هو أمريكا، وطاو نشوفوا من بعد كيفاش. نعم. تجهز فيها إلى اليوم وعلى عينك يا تاجر. نعم. تجهز فيها بأعتى الأسلحة. نعم. من أجل أن تضرب. نعم. هي تقول إيران، طاو نشوفوها، أما مش صحيح. دونك اذا رد الفعل هذا، المقاومه اليوم انتقلت من مشهد الفعل ورد الفعل الى الفعل المبادر والمفاجاه. فما شكون يقول لك اسمع راه المقاومه عندها استراتيجيه، لا استراتيجيه اوجور لوجور، وهذه البراغماتيه التي اكتسبتها المقاومه الفلسطينيه وموجوده عند المقاومه اللبنانيه. الحاجة الثالثة واللي نحب نختم بها، جات الضربة متاع الكيان الصهيوني، الضربة متاع المقاومة في لبنان عقب 48 ساعة من اجتماع مشؤوم وسخيف اللي تكلم فيه سمير جعجع عن القوات اللبنانية، وقال احنا قلنا من 2006 يلزم القرار 1701. يا ما شاء الله عليك، يعني انت ترضى بلادك تحتلها، يحتلها الكيان الصهيوني، والمقاومه ما شرفتكش انت وقت اللي خرجتهم صغيرين امام العالم كامل، انت بالنسبه ليك تتباهى. وكان الغيظ، ومتاكدين معناها كما سفيان كما احنا الناس الكل كانوا متاكدين ان فما كمين سيحدث نوعي، لأن المقاومة في فلسطين وفي لبنان. نعم. الآن هي تقوم بفعل نوعي ومفاجئ، إن على مستوى الاستخبارات، ماك أنت الكل في الاستخبارات ماشي في بالها كسروهم، معناها الانكسار أصاب المقاومة وهو مش صحيح، على خاطر احنا نعرفوا في تونس عندنا مثال باش نسبوا سفيان في 5 جانفي 52 وقت اللي اليد الحمراء اغتالت الزعيم حشاد، الثورة انطلقت من جديد، اللي هي انطلقت في جانفي قبل بعام ولا في بداية العام، ولكنها انطلقت من جديد إلى أن وصلنا إلى ما سنصل به واحتفالنا غدوة 15 ماشي في بالها فرنسا. نعم. أنه هجعتنا نفس الشيء، المقاومة يحسبوا فيها معناتها هما كصهاينة وكأمريكان على أساس أضرب وماتي، معناها وحتى حد ما يكلمك. نعم. يا أخي يخرجوا لهم مقاومة، انتليجنسيا في المقاومة. ده عنواننا الموالي في فقرة اليوم، فقرة عناوين الصحف، عنوان أورد موقع الأمم المتحدة يقول قوات اليونيفيل لا تزال في مواقعها والهجمات عليها تنتهك القانون الدولي. الموقع قال إن الأمين العام للأمم المتحدة شدد على أن الهجمات ضد قوات حفظ السلام تشكل انتهاكا للقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقد تشكل جريمة حرب. يأتي ذلك طبعا بعد أن أصاب جيش الاحتلال 5 جنود من قوات اليونيفيل، وكان رئيس وزراء الاحتلال قد قال في خطاب ساخر للأمين العام للأمم المتحدة إن الطريقة الوحيدة لضمان سلامة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان هي إجلاؤهم. كيف تؤثر سفيان هذه الهجمات الإسرائيلية على مواقع الأمم المتحدة على مساعي حفظ السلام في المنطقة؟ هما يونيفيل يسميهم الفينول، هذا وقتاش تكونوا؟ تكونوا في مارس 1978. نعم. تكونوا وقت العدو الصهيوني عمل اجتياح لجنوب لبنان، عملتهم مجلس الأمن انذاك وقال ثم قوات باش تجي باش تشرف على اندحار الجيش الصهيوني من جنوب لبنان. هذا صار عام 78 وقرار من مجلس الأمن. نعم. وهذا مكون فيه 13,000 جندي تقريبا، الان تقريبا 11,000 جندي. نعم. اللي هم من اندونيسيا والهند وغانا والنيبال وايطاليا وماليزيا واسبانيا وفرنسا والصين وايرلندا. نعم. هذوما اللي موجودين.
وفما حتى قوة بحرية تابعة لل فما عندهم خفر شواطئ من سور حتى الهمم من جهة الليتاني حتى للناقورة ومع كل 40 كيلومتر يوصل حدود فلسطين المحتلة. عام 2006 في الهزيمة الشنعة للعدو الصهيوني بعد ما تضم على بيروت وعاود اجتاح الجنوب وغيره لأنه الجنوب معناها حروه المقاومة في أيار 125 مي 2000 بعد احتلال 22 عام، جاء المجلس الأمن قال هذايا سيشرف على وجود الجيش اللبناني في المنطقة هذيك بتاع 40 كيلومتر بين نهر الليتاني وحدود فلسطين المحتلة. ما تنساش أنه إيميل لحود اللي هو كان رئيس لبنان، نعم، كان جنرال يقاوم في الجنوب، كان موجود في جيش الخيام، كان موجود في مارون راس وفي الناقورة وفي معركة وفي بفلاي وفي سلعة وفي صديقين وفي معناها قلعة شقيف وغيره، نعرفها لهم مليح احنا لبنان ونعرف تضاريسها ونعرف اللي صاير فيها كل، يعني بعد تونس سكر لبنان نعرفوا لبنان بكل صراحة. نعم. قالوا وانه باش يشرفوا انه الجيش يوصل غادي، وبعد لانه العدو الصهيوني عمل زوز عملاء جنرالات من المسيحيين اللبنانيين في الجنوب، واحد كان اسمه سعد حداد مات من بعد مرض خبيث، ومعه واحد حسام الشديق، عمل جيش لبنان الجنوبي ودولة لبنان الحرة في الجنوب، وعملوا له صنبة الصهاينة، ومن بعد نحاها حزب الله، ومن بعد ما مات هو جاب واحد آخر اسمه أنطون لحت، هرب من بعد مشى الكيان الصهيوني بعد انتحار منطقة المقاومة، وبالتالي المهمة نتاعها هذه من عام 78 هي السماح للجيش اللبناني باش يكون موجود ضد الصهاينة وليس ضد حزب الله. وعلى فكرة كما قالت معناها فاطمة توا السيد هذا سمير جعجع هذا واحد انسان قتل لي زي ثلاثه رؤساء شيء غريب، وربطوه 20 سنه في الجيش ومن بعد خرجوه مالكو ستريدا. اليوم اللي قصوه من الصهاينه في زغلطه واحد من حزب الكتائب اللي تحت دار في 22 واحد وماتوا من 8 من الكتائب، اللي كانوا مع بشير جميل وكانوا مع امين جميل وكانوا مع بيير جميل وغيره، لانه هذوما كانوا متحالفين مع بعضهم، بشير جميل وكميل شمعون كان عنده جيش وطني الأحرار وجيش المرضى اللي ضدهم اللي هو بتاع شباب الزغرتاوي بتاع سليمان فرنجية، وهو نفسه سمير جعجع اختل معناها توني فرنجية نهار حد مشى له لداره في مارس 78 وقتلوا 79 وقتلوه هو وولده ونعم منهم سمير هذا. وكان عندهم زاد كتيبة النمور وكان شد هداني شمعون قتلوه هما نفسهم في عركات مع بعض، وحتى الرئيس الاسبق اللبناني اللي مازال كي تنحى ميشيل عون كان مقاتل في جنوب لبنان وحارب سمير جعجع وطاحت رايح كبيره في جونيا في المناطق هذيك معروفه يعني معطيات تاريخيه. الان هو يحب يقضي على هذه القوه اللي فيها 16 جندي من 15 بلاد ولا قديه باش يلتع فيها وحده، لكن هو لقي المقاومه قال لهم تو تشدوا لي المقاومه، كيفاش تشدوا لك المقاومه؟ هما قالوا له احنا مهمتنا باش انت تخرج باش الجيش اللبناني يدخل الى جنوب لبنان، وبالتالي قاعد يهدد فرنسا. من اللي ماتوا هذوما منهم واحد فرنساوي ما ابنوش جندي بتاعهم لابس ضابط فرنساوي ومخرجين بيان يساندوا في الكيان الصهيوني ضد يدعي وانه الكيان الصهيوني يتعرض الى حرب اباده من قبل الفلسطينيين. قريت البيان البارح بركة انا قعدت به شو عليك معناها هذا ماكرون هذا ماكرون لوبيتي هذا فرق صغير قاعدين يلعبوا به اللوبيات الصهيونيه والبنوك حكايه كيما هكا يعني شو عليك وين وصلنا الان. الامم المتحده امام اختبار كبير. نعم. الاختبار هو انا وانت ممكن تربينا في مجتمع يقر بالقانون الدولي، اما اولادنا ما عادش يستعفوا بيه. هي ليست المرة الأولى راهو الكيان الصهيوني هاجم الأمم المتحدة. ومين لحود ووصل معاهم بالواحد ديما. والآن هاجم شخص الأمن العام. وهاني قلت لك فيهم حتى تفصيل. وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة على منبر المجلس. أي ودخلوا لهم لديارهم وسرقوا لهم المواقع نتاعهم وغيره. الإشكالية وأنه العالم الغربي أنا نقول لك إن الغرب قدمتها في غزة وإن الإنسانية قدمتها في غزة وفي لبنان. وباش تجي اجيال مش كيفنا احنا اللي قابلين منظومه لا ريغل دو دووا انترناسيونال منظومه القاعده القانونيه، باش تجي اجيال يقول لك ما نقبلش وعندهم الحق. قبل كانوا فلسطينيين حتى الرئيس عرفات يفاوض بالشيخ وطبع ارض في 22% من فلسطين التاريخيه. نعم. الان يقول لك يا فلسطين كلها يا بلاش. نعم. استاذه فاطمه، لماذا هذا الحرص الصهيوني على ابعاد القوات الامميه من اماكنها في لبنان؟
الكيان الصهيوني عنده حلم منذ معركة قصير. أنا أرى من الرخش بسبعة أكتوبر، لأنه سبعة أكتوبر ستون أنتيسيباسيون، هذا عمل استباقي للثورة للمقاومة الفلسطينية اللي ما قالوا عليه حتى الحد. في معركة قصير، وسفيان معناتها يعرف ومشى بعدها بشوية، معركة قصير يبدو نحطها في الكونديسيونيل على خاطر زاد أنا عندي مصادري معناتها حتى الدولية، قد يكون القوات الروسية الاستخباراتية اللي هي موجودة طبعا قد يكون أعطت رصدت أو طاحت بكنز اسمه وثائق ومخططات هي تفوق قسوة في التفتيت والتشتيت للمنطقة العربية أكثر من سايكس بيكو ومن وعد بلفور، وبينت بالمكشوف لبعض الدول العربية. كانت تذكروا الدول العربية كانت قبل 2013-14 كانت مساندة أن يتيح النظام السوري، بينولهم قد يكون مش نحطها في الكونديسيونيل، قد يكون بينولهم بالمعطيات الحقيقية أن هذه الهجمة هذه المرة بعد ما طاح العراق واحتلوه إلى آخره، راهو جاي عليكم الدور واحد واحد. وذكرهم، وهذا يذكرنا ب لفي دومينو اللي قالت عليه غندالي زارايس، وقالت لن يبقي فيهم ولن يذر، لأنه العرب معناتها ما تنجمش إسرائيل تعيش مع السعودية الممتدة يلزمها تتقسم في أربعة، ولا مع مصر الممتدة يلزم تقتلها وتخنقها عن طريق أثيوبيا الصديقة، وكذلك عن طريق تركيا اللي هي معناتها محتلة جزء من سوريا إلى آخره. إذا المخطط هذا كان باش يبدأ في 2024 بمناسبة السنة الثانية، مرور السنة الثانية ولا الثالثة على الحرب في أوكرانيا، لأن الحرب في أوكرانيا هذه مفتعلة من أجل خطر ما ينجموش لا ينحيوا أوكرانيا، ينحيوا معناها عبثية الحرب في وسط لا. أوروبا، لأنه بالنسبة لهم روسيا يلزم تنشغل وتحل علينا وتبعد علينا، لأنه وجودها هناك والصين من الخلف هو اللي خلى المقاومة تطلع بالطريقة هذه. وأنا أقول على مسؤوليتي، ما تقولوش هذه عندها غيظ ولا حاجة، هذا تحليل. يعني نعم. الملف هذا من عام 81 مليانة طالبة في معهد الصحافة، وأنا نخدم على لبنان وعلى نهر الليطاني وعلى الأطماع. إسرائيل اليوم تريد أن تأخذ الجزء ما بعد الليطاني وفي انتظار اندثار لبنان، لأنه قالوا مرة كلمة وقريناها في الصحافة الصهيونية، العالم شنو يعمل بلبنان؟ شنو هو لبنان؟ لأنه لبنان رد بالك بعد سايكس بيكو. وبالتالي أنا نقول لكم اللي راهو المقاومة خدمت العرب كما لم يخدمهم أي أحد ساعة قبل كل شيء، منها مصر، منها السعودية، منها الإمارات، منها غيرها. ولكن اللي نحب نختم به، تلك الأسلحة والأنتليجنسيا والكل هذاك ذاتي، ولكن كيفاش وصلت لهم الأسلحة؟ هذا شرف لا تدعيه إيران. وأنا أقول قد يكون، وقلتها لكم هنا من أول ما بدينا الحلقات، قلت راهو أنا عندي إحساس وتحليل مش إحساس عاطفي. نعم. أستاذة فاطمة، نعم، روسيا هي التي معناتها فعلت ما فعلت مع المقاومة إسنادا. سبقتني وحكيت على الدعم العسكري المستمر والمتواصل للكيان الصهيوني. هذا موضوع عنوان الموالي في هذه الفقرة، عنوان لجريدة الشرق الأوسط، يعكس كما قلت حجم الدعم العسكري الأمريكي الكبير للكيان الصهيوني. العنوان يقول: البنتاغون ينشر نظاما مضادا للصواريخ في إسرائيل لمواجهة إيران. الصحيفة ذكرت أن وزارة الدفاع الأمريكية أكدت التزام بلادها الثابت بالدفاع عن إسرائيل والدفاع عن الأمريكيين في إسرائيل من أي هجمات صاروخية باليستية إضافية من إيران. يأتي ذلك رغم تحذيرات إيران لواشنطن بضرورة إبقاء القوات العسكرية الأمريكية خارج إسرائيل. نبقى معك أستاذة فاطمة ونتساءل مرة أخرى عن حجم هذا الدعم العسكري رغم ما يأتيه هذا الكيان من جرائم غير مسبوقة أمام مرأة ومسمع من العالم. الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بوجه مكشوف الآن هي تذكرنا بما فعلت في الهنود الحمر.
وهي تدعم الكيان الصهيوني رغم أن هناك قانون دولي وترتيب القانون الدولي والقوانين القانون الدولي الإنساني وهي مشاركة فيه، ورغم فما معناتها أكل أمور الإنسانية الكل، ورغم 48 إعلان العالمي لحقوق الإنسان ومشاركة فيه ومشاركة في تحريره، إلا أنه والنقاط الـ14 والأقدام تاع ويلسون الرئيس الأمريكي، رغم هذا كله فإن الولايات المتحدة الأمريكية لا تهاب أحدا، وبوجه مكشوف تقول الآن أنا أزود إسرائيل حتى تقتل الفلسطينيين وليس إيران. راهو إيش نقول لك، الشرق الأوسط ما هو كل واحد عنده ليني ديتوريال متاعه، كل واحد عنده حج وين يحج. الجرائد هذية والواحد ماشي في بالهم توا كيف يقولوا هما راهو احنا ندعموا في إسرائيل من أجل باش تضرب إيران، مش في بالهم بالحق، مش صحيح. باش تضرب العرب وباش تضربكم انتوما الاولانيين، لانه منين انتوما تفرطوا اي بلاد تفرطوا فيها عربيه الا ويرجع عليكم بوابل من الاسلحه والدمار والتدمير، ولن يدعوكم تتقدمون قيد انملاء. تفكروا مليح يا عرب في الخليج، عندما ابتاعتكم الولايات المتحده الامريكيه الاف 16 وكذلك الطائرات الحربية الكبيرة، نحاولكم أهم حاجة فيها الرادار ديتكتور، نحاته لكم وقلت لكم هذايا ما يتباعش لكم انتوما، بينما بعثته للكيان الصهيوني كاركم من وقتها تفهموا شنية المرتبة متاعكم. أما باش تغني لي غناية متاع قال شنو هو ضد إيران، مش صحيح، ضدكم انتوما ساعة قبل كل شيء، ولو أنه الدور جاي على إيران، ولكن بعد العرب، أنا أقول لكم بعد العرب لن ترضى عنكم لا كذا ولا كذا. نعم، لا أمريكا ولا إسرائيل. عنوان الأخير في هذه الفقرة اخترناه من الموقع المصري صدى البلد، العنوان يقول نقلا عن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، العدوان على غزة والضفة ولبنان كشف الوجه القبيح للغرب والمعايير المزدوجة. في حوار على الفضائية المصرية صدى البلد قال أبو الغيط إن الغرب ظالم ولم يتصدى لإسرائيل التي تعد نتاجا للمفاهيم الغربية، ويوميا يقتل نحو 100 فلسطيني ولا يتحرك الغرب بشأن مجازر الاحتلال، وهناك ظلم عند مقارنة ما يحدث في غزة بما يحدث في أوكرانيا. نرجع لك سي سفيان، تعليقك على هذه التصريحات، وهل يمكن أن تؤثر تصريحات أحمد أبو الغيط على الموقف الدولي تجاه الصراع بين الكيان وفلسطين؟ هو أولا الحق صح أنه فاق توا، هو توا لأنه كلام هذا قاله مؤخر، لكن عدوان على غزة وضفة لبنان كشف الوجه القبيح للغرب وللعرب كذلك ولجماعة الدول العربية أو العبرية والمعايير المزدوجة. أولا، ثانيا هو نفسه شو عملوا باش يعملوا نوع من التوازن حتى دبلوماسي أو حتى مجرد بيان شديد اللهجة؟ ما عملوش، ما حتاش بيان شديد اللهجة. الدول العربية لها من الطاقات ومن المعطيات الاقتصادية ومن الموقع الاستراتيجي وكذلك من الثراء على مستوى الطاقة وغيره اللي تنجم توقف العالم. ملك فيصل لما حب يوقف مشى مع البسكليتات في ألمانيا وفي هولندا وفي أمريكا، والملك فيصل تلفت للترجمان قالوا كل عرفك هو كذاب، قالوا الاخر بالانجليزيه قالوا معناها قال كلامك مش صحيح، يكلموا بالانجليزيه قالوا يو ار لاير، قالوا كلامه هو يتكلم انجليزيه مليح لو شد وزير خارجيه 35 سنه، يعني قالوا لا يو ار لاير، قالوا تو تشوف انا شو تعمل لكم، وانا عبد ولد عبد العزيز ال سعود، وانا ذاك العرب رفعوا رؤوسهم لانه العرب عملوا لومبارجو على البترول، وكان الشوك بترولية ذيك عام 73 و74 شيء رهيب جدا، والغرب مشاو على حصحاص. جماعة الدول العربية الآن تساند في الكيان الصهيوني، وأحسن دلالة لذلك تلك الصورة التي قدمها بنيامين نتنياهو، هذا اللي قاعد يعمل في الشواء ويعمل في المحرقة الفلسطينيين، هذا الأكبر ديكتاتور في تاريخ الإنسانية، وأكثر من جنجيز خان والحجاج بن يوسف كلهم تم مع بعضهم ما يجوش في العشر نتاعو، عمل خارطة وحط فيها خريطة الشر، حط فيها إيران وسوريا والعراق، وخريطة الخير تبدأ من الهند وتمشي إلى دول الخليج وتمشي إلى حيفا، ذيك الجوز كوارت اللي نعم تدخل الحاج جوجل تلقاها. الدول العربية هي اللي تساند في الكيان الصهيوني بالأسحة والعتاد، وحتى هما توا حتى باش ترمي قذيفة يلزم تاخذ
لانه المخزون كانوا في بالهم باش يغفصوا المقاومه في يتعديو. في اسابيع، ولبنان كانوا في بالهم باش يدخلوا لها معناها كما قلت لك كما ساكين في الزبده. انت يا امين عام جامعه الدول العربيه يا اخي انقذ ما تبقى من الوجه، على الاقل حث الدول العربيه اليوم. اليوم انا نقرا هالت صهيونيه نلقى فيها معلومات اكثر من اللي نقرا قنوات عربيه وزمة العربيه اكثر من هذا، يعني لغتي فهمتي. نعم. يعني اشياء رهيبه قالت سيلو. وبالتالي الحق انا نقول له كلامك مردود عليك، وجامعه الدول العربيه انتهت وانتهى دورها التاريخي وتمذته، خلقت. نعم. في العماله وستواصل كذلك في العماله وفي الضحاله. وحتى السلطه الفلسطينيه هي ذاتها، الرئيس اصلو هذا رئيس مع احترامنا ليه هو رئيس دوله، وينه؟ نعم بالفتاش نخرجوا مقال غدوه يقولوا لا غادر البيت وما لقيناش من هكذا الرئيس ابو مازن. بكل صراحه نعم. الان انا كلامه مردود عليه. عندك تعليق بعجاله استاذه فاطمه؟ لا بعجاله، انه هو لا حول له ولا قوه، مش معناها نبرأ فيه. انا نعرف ابو الغيط في الامم المتحده لما احتل العراق وكان يكذب الغيظ لانه ما يحكموش، حتى كي كان ممثل دوله مصر في 2003 معناها بكاء صحيح وعلى العراق وكله، اما ما ينفع انت اذا ما استغلش الفرصه في وجودك. ولكن هذا ذكرني الحقيقه وما بالعهد من قدم، يوم 10 اوت 1990 لما وقعت القمه العربيه في القاهره على اساس بعد دخول القوات العراقيه، بقطع النظر عندها ولا ما عندهاش، بعد دخول القوات العراقيه. نتذكروا حسني مبارك وقتها الرئيس المصري عندما قال لهم، الرئيس بن علي ما مشاش وبين في كتاب ابيض لماذا، قال نعم. احنا ما نكونوش سكين في على رقبه الاطفال في العراق. اش قال حسني مبارك؟ ما تخلصونا بقى. وقت اللي جاوا يحاولوا هيا نحاولوا نحكيوا مع العراق وينسحب قواته نعم. الى اخره الحل نعم. العربي، لا هو قال لهم اعطى الفيزا، النظام الرسمي العربي في القمه هذيك اعطى الفيزا ل 450 الف جندي امريكي نعم. يجيوا من المانيا لانه حائط برلين طاح وما تنجمش ترجعهم لامريكا، مكلف جدا، جابتهم لحفر البطن. نعم واضح استاذه فاطمه، القضاء على التشغيل الهش وضمان مقومات العيش الكريم، هذا موضوعنا الموالي. نشاهد هذا التقرير او مقتطف من الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية في فبراير الماضي إلى المسبح البلدي بالبلفيدير بالعاصمة، هناك كان تحدث مع بعض المواطنين حول أشكال التشغيل الهش، نتابع ثم نعود للنقاش. هذه المناولة العبودية اللي تم تقنينها في تونس يلزم تنحى. لا لا يلزم تنحى، هو سيدي تاخذ 120 دينار وهو ياخذ 500 دينار. رئيس 18 مش متراسمين. لا 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 حتى زاد العقود هذه اللي تسمى المواطنة المحدة المحدودة يلزم توفى، لأن غدوة أنت كي باش تاخذ ما عندكش حتى أمل وما تنجم تعمل حتى شيء، ولا بد من وضع حد، وهذا تحدث فيه البارح على ان العقود المحدوده في الزمن. لا لا يلزم انت اللي عنده راس المال يستفيد، الجزء الثاني المكون للشغل هو العمال ويلزم ياخذوا حقوق. واضح تبع معنا نفس المشكل اللي طرحته ورا البارح، كان موضوع جلسه بس تعمل مشروع كامل ما يتعلق بالمناوله اللي هي قلت نوعا من العبوديه. مره يجي ياخذ 500 دينار ولا 600 دينار وانت تاخذ 120، لا انت ما تشتريش، هم هو ياخذ والاخر كونترا ديترميني محدود 3 شهور. اي لا وبعد تخدمهم ومن بعد يتوقف ومن بعد يعاود. معناها البدعه هذه اللي تم للاسف وما فماش، المفروض النقابيين يتحثوا عليكم، لكن انا متبني مطالبكم الى النهايه وان شاء الله بقدره الله
بنا هذه الوضعيات اللي الآلية 17 والآلية 16 ونحن باقي بالآليات ماشيين. لا يكفي بالآليات والكذب بالآليات. التشغيل الهش إذن وظروف أو العمل في ظروف غير مستقرة وغير آمنة ولا يتمتع العاقل العامل بأبسط الضمانات والحقوق القانونية والتأمينات الاجتماعية وإلى غير ذلك من الحقوق المسلوبة للعامل في ظل هذه الآليات وأشكال التشغيل الهش. سيسفين اليوم بأي آليات وبأي حلول يمكن أن نقضي على هذه الأشكال من التشغيل، وهل اليوم الحكومة فعلا قادرة حتى على مستوى الاعتمادات المالية من أنها تحل هذا المشكل؟ خلينا نكلم بكل صراحة، رئيس متبني هذا أنا كنا نشوفه نعم. وقالوا عديد المرات والحكومة ما قالت لهم في حد شيء. والله نحكي لك حتى عشت أنا شخصيا نهار الجمعة كان معايا واحد يخدم معايا في المسرح ويقولوا متى بتولي هيك في المدينة العربية، جاءوا ثلاثة شباب في عمر أولادي، عسلمة عمي عسلمة، شو قال حاب نحكي معك نتفضل، قالوا حنخدم وزارة التربية. أي مرحبا شي مشكلة نخدموا انتجبونا من عام نيوت سبتمبر التوى ما خلصناش عند معام ما خلصوش، وقالوا لهم كنت لاتوكم وفاة وبدأ وقعدوا يخدموا متطوعين. من واحد يعز في مدرسة في الكبارية مرة ضربوه بسكينة، جاءوا جماعة رؤبان حول المدرسة وضربوه سعليك واحد منهم بالله العظيم قطع كمام يجي نص ساعة وراوني إثباتات وزارة التربية عم تلو ماك. يعني يقول السيد وزير التربية ايش قاعد تعمل؟ يعني بقطع نظر على الشخص وزارة التربية هي قديمة وتكاد تكون أو هي وزارة السيادة في تونس بلاش تربية شنية هي تونس بلاش تعليم وبلاش مهندسيها وأبنائها وبناتها ولحد لين ما خلصوهمش. من ما تعرفش قال لي واحد من الشباب بالله قال لي قال لي عنا، قلت له قديش عددكم؟ قال لي 400 موجودين في تونس موجودين في قبلي موجودين في المهدية وفي القصرين وفي تونس. قال لي والله الناس باش يخلصونا على مجموعة باش يحرقوا بالله هكا. قعدت معاه معناها واحد تأثرت ياسر من بعد قلت له شفت جزء بنتناش بشح سيدي. واحد صديق نحكي معاه البارح حكيت على حتى هذا قال لي وزارة الصحة وقت الكوفيد جابوهم دخلوهم مش حاربوا الكوفيد وفيهم اللي ماتوا كانوا في الخط الأول في خط النار من بعد طردوه. الرئيس يقول حاجة والمنظومة ضد الرئيس، أنا هذا متأكد منه لأن هو هذيك قناعاته يقولها. وقت هو قال نحن المنونة مشاو طردوه من كله من بعد يطردوا بعد يقولوا تحب ترجع يجا بعد بده نعاود نعمل الكونترات وكما نحب انا بثلاثة او اربع شهور وست شهور وغيره كما قال لك السي في بي ياخذ فلوس عند الدوله ياخذها ويعطيه 180 دينار. يعني بكل صراحه انت تو طرحت سؤال، انا بالنسبه لي تو عملنا انتخابات وعملنا 11 او 12 انتخاب منذ الثوره للان وغيره تو به مازال كان انتخابات البلديه. يا اخي 2025 يجب ان يكون سنه الاقلاع، سنة حسم كما قالك العام السادات رحمة الله عليه على حرب 73. يا أخي أنت طرحت في سؤالك حاجة مهمة جدا، قلت هل الحكومة تستطيع عبر اعتمادات؟ هو شنو المبدأ؟ ما تعمل حتى إجراء ما تعمل حتى اتفاق إذا كان ما عندكش اعتمادات. اليوم رئيس السلطة التنفيذية ماشي معك، رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية نعم حتى في الدستور، ورئيس الحكومة يعاونه تلقاو مشروع قانون في التعليم معلمين وساتذه، راهو عندنا معلمين ياخذ لواج وبعد يطلع البهيمه باش يمشي باش يقاري التلمودة في الجبل في الثلج وفي البرد وفي الواح. ذوك المعلمين المناوبين نعم اساتذه مناوبين التوا حاملين شهادات العليا 1600 ولا قد ايه اللي حاملين الدكتوراه بطاله. واحنا عندنا توا نحلوا نقاوش حلوا مشاكل وبرا نجيب واحد من كوريا واحد من هولندا واحد من كذا، وانت يا ولادك عاملين دراسات قد هكا. بكل صراحة يا خويا ابداوا عام 2025 ما عندك بيجي حط فيه معناها تصويت اوضاع هؤلاء، وكذلك هؤلاء الذين يتحايلون على القانون لانه مثمة ارادة سياسية راسخة. راهو ناس يخدموا ب 12000 في النهار ويخدموا ب 12 ساعة و 15 ساعة وغيره وفي وضعية هشة وبعدوش تغطية ويموتوا في الاكسيدون في الثنية وغيره ويمرضوا ما ثم حد شيء. أنا الأوان وأن هذه الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة والبدء الآن، على خاطر السيد رئيس الحكومة والناس متوسمين فيه خير وقالوا ابن الإدارة وغيره الله يبارك وهو رجل الإصلاحات شفناه نعم. في الكنام في سيناريو وقدس العين
يجب أن يعطي الإشارات الذوقية للنجاح منذ البداية. ورينا حريديك ما كانش نقول عليه فاتك نهار الدخول كما يحكيوك نعم. المثل الشعبي. احنا نحبوا الآن أعمل معناها كبر بالنسبة لجماعة الدكتوراه كلهم توا جرد لهم الكل حابلي شهادة الدكتوراه وثم أولويات أنت معايير سن ووضعية اجتماعية وجندرية نعم. يعني يلزم تراعي بين الأولاد والبنات كيف كيف وغيره. راهو شباب في عمر الزهور يقول لك ما خلصتش عام وبعد كان باش نخلص انا نحرق، انت هزيت هو يحب يحرق من بلاده، علاش؟ يا اخي تونس ملك ناس، يا اخي تونس وارثينها ناس وجاو تسلفوا جزء من الشعب التونسي متسلفينه من بلاد اخرى، ما هو ابناء الشعب الكريم هذا اللي ضحى حياته كامله، اللي وقت الاستقلال وقت اللي خرجنا فرنسا دمرت البلاد وخلتها بلا حد شيء، المراه التونسيه اعطت الحجر نتاعها، الحجر هذاك اللي عملوه في الخمسات وعطات معناها خيط الروح وعطات السبوليتات وعطات الشليجن والذهب وقتلهم هزوهم وبنوا بهم الاقتصاد بتاع تونس. ما هو هكايا صار هذا ثابت في التاريخ وفي كيف تقاليد الجمهوريه. الان هذه المنظومه يجب انها تدخل وتنخرط في القضاء على الشغل الهش. علاش؟ ونختم بهذا، اهم حاجه تميز الانسان في حياته شنو هي؟ خدمته، سيكولوجيا الفرد، سيكولوجيا العائله، وضعك خدمه. اذا كان اليوم شاب عمره 38 سنه وما يخلصش، كيفاش تحبوا يبني عائله غدوه؟ كيفاش يكري داره؟ كيفاش يشري كهرباء؟ وكيفاش يقري ولده؟ وكي يجيب صغير كيفاش يعطيه سبل العيش الكريم، العيش المحترم؟ انا نقول لك ثم منظومه الان داخل الحكومه وداخل الوزارات، هاني جبت منهم زوج وزارات برك، وتو يتفاعلوا معنا المواطنين وتو يكلمونا ويبعثونا تلقى وزارات اخرى، وزاره التربيه ووزاره الصحه الان. وبدا نشوف عاد الوزارات الاخرى، ما عنديش علم حق كبير بهذه المساله، اما وزاره الفلاحه موجود فيها، وزاره التجهيز موجود فيها، وعديد الوزارات يلزم الان وهنا تحدد هذا، وكما قلت نعم. تلقى له وكان يلزم خط نتاع تمويل استثنائي في اطار البيدجي نتاع الدوله، معناها ميزانيه الدوله نعم. عندنا قانون ماليه وعندنا ميزانيه الدوله، في اطار الميزانيه نتاع الدوله اعمل هذا. نعم استاذه فاطمه، حلول الحقيقه معناها الدوله التونسيه الان والعهده الجديده وحتى دور المؤسسات في المؤسسات القطاع العام وفي القطاع الخاص من انه في تحسين ظروف العمال لا انا ما نمنش الخيال ونقعدوا، انا نمن بالقانون الحقيقه. نعم شنو هي ترسانتك القانونيه اللي باش تنحي بها هالتشغيل الهش وباش تنجم الناس حقوق؟ انا ادعو الى امرين. الأمر الأول، تفحصوا جيدا الحكام وكذلك اللي يحكموا واللي في المعارضة، تفحصوا جيدا في نتائج الانتخابات، شكون اللي صوتوا 2400، شكون اللي صوتوا هما بين 35 و 60 سنة. هذه الطبقة المستقرة اللي تحب تحسن وضعيتها، اللي تقول لك جيب لي المستشفيات الكياس غيره. الفئة اللي هي توا يحكي عليها السيد رئيس الجمهورية هي الشباب اللي يوصل عمره 34 سنة و 35 سنة ما عندوش خدمة، وبشهيد ولا من غير شهيد وما عندوش خدمة، عنده التكوين ولا ما عندوش خدمة، ويضطر باش يمشي للتشغيل الهش هذايا لأنه فيه استغلال. إذا تفحصوا في هذه الفئة توا تلقاو الضالة، فاش متكون؟ أنه الحكومة ورئاسة الجمهورية تتقدم بمشاريع قوانين، وحتى السادة النواب والسيدات يتقدموا بمشروع قانون ونشوفوا الأفضل من أجل أنه إعادة النظر في كيفية التشغيل. ونحب هنا نوضح حاجة، الاتحاد العام التونسي للشغل بعد الثورة هو من رفع بعض معناتها اللي مشات معاه بعض الحكومات، اما مش الكل، لان الحكومات هي المعرقله. الاتحاد العام التونسي للشغل وتسال عليهم السيد رئيس الجمهوريه وينهم النقابين؟ النقابين تكلموا، لكن النقابه ما في يدهاش سلطه، سي ان كونتر بوفوار. السلطه المضاده تؤثر في السياسه وفي النظام ولكنها لا تصل إلى الحكم، وليس من حقها في توصيفها وفي كينونتها، ليس من حقها أن تصل إلى السلطة، وهذا موجود ومعروف. احنا تو باش ما ندخلوش بعدنا، ما ندخلوش نقعدوا في الفعل ورد الفعل. ترسانتك القانونية، أنا عندي المدخل
مش انا ماني مش انا هذا موجود في البلاد التونسيه. تعرف سيدي الدوله التونسيه في بعد 2005 بعد 2003 عملت سكون ابل داتا ومشيت في اتجاه اني تعمل الرقم الوحيد المعرف الوحيد مش المعرف الرقم الوحيد اللي فيه متضمن شكون الشخص ذاك اللي باش يجبد فلوس ولا باش يدخل في صفقة ولا غيره عن طريق البطاقة التعريف البيومترية. احنا نحن تأخرنا، انا ما حاجتيش بالباسبور البيومتري على خاطر فرنسا قالت لي 25 راني ما عادش نقبل حتى حد ولا امريكا ولا غيره. انا نحب الساعة بلادي تتغربل، نحب اليوم بطاقة التعريف البيومترية، وانا احيي رئاسة الحكومة ونعرف اللي هما يعملوا معاه كذلك رئاسة الجمهورية انهم هما عملوا مجلس وزاري من اجل هذه البطاقه ومن اجل الباسبور. اذا البطاقه البيومتريه هي اللي باش تحل لنا المشكل سي نزار. ما عادش حق اللي يعطي تحت الطاوله واللي باش يطلع ورقه واللي باش يعمل الرخص هذا الكل يتصفى، لان هذه المدخل وهذا كيفاش نقولوا نتاع الاستراد، معناها هذاك المنطلق الاساس، هذاك الاساس هذاك المنطلق من اجل ان البلاد هذه تولي بلاد ديجيتاليزي مرقمنه. الرقمنه هذا يضمن الشفافيه وتكافؤ. انا نقول ديما الرقمنه ما تحن على حد وما تصافى حد وما تعرف حد عامية ما تراها حتى شيء الا اللوجيسيال اللي حطيته له انت متمكن باش المواطن يحس انه هو مواطن. انا نهار اللي ندفع الضرائب ونجي نلقى الكياس مكسر عندي الحق باش نحاسب، عندي الحق باش نقاضي، اما هذا يلزم القانون. نعم. ايضا ترسانه قانونيه. واضح استاذه فاطمه. ذكرى الجلاء ومعركه التحرر الوطني موضوعنا الموالي. إذن غدوة 15 أكتوبر تونس تحيي الذكرى 61 لمعركة الجلاء، طبعا معركة بنزرت. هذه المعركة واحدة من أعظم المعارك والبطولات في تاريخ تونس، وهي المعركة التي جرت أحداثها في صيف 1961 وأنهت آخر معاقل المستعمر الفرنسي في تونس، وهي معركة جمعت بين الدبلوماسية وبين السلاح وبين النضال وشكلت نقطة تحول في مسار الاستقلال. سي سفيان، ونحن نحيي هذه الذكرى، كيف يمكن أن نستفيد من دروس الماضي لبناء تونس الغد وتونس أفضل؟ قبل ما نجاوبك على الاستفادة من دروس الماضي لازم نحطوها في إطارها. أول ثورة قامت بعد الحرب العالمية الثانية وهي اللي فتحت باب الثورات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما يسمى أمريكا اللاتينية، هي الثورة التونسية اللي انطلقت كما قال فاطمة في 15 جانفي 52. نعم. وهذه الثورة سبقت اندلاع الأخ ثورة إخواننا في الجزائر 1 نوفمبر 54، وكذلك معركة ديال بينفو كذلك عام 54 اللي سيكون لها وقع كبير جدا، لانه كذلك انطلقت ثوره التحرر في المغرب الشقيق، والفرنسيس بعد ضربه ديان بيفو حبوا يستفردوا كان بالجزائر وقبلوا شروط الثوار، لانه الثوره في تونس كانت الترغيب والترهيب. يعني الثوره هذيك اللي بدات في تونس 18 جانفي 52 وكنا نحتفلوا بعيد الثوره قبل ثم نحاول، هذه توصل حتى العام 75، يعني حتى سقوط سيغون، يعني تم انترفال نتاع 25 عام اللي بدات فيه الثوره هذيك. ومن بعد تونس والمغرب خذوا الاستقلال والجزائر تحقق الاستقلال، ومن بعد تجي غينيا وتجي السنغال وتجي معناها الكوت ديفوار وتجي احمد سيكوتوري وغيره من الناس. يعني الثوره كانت رهيبه جدا. اللي صار هو انه فرنسا ما قبلتش وانها تخرج من تونس بسهوله. علاش؟ لانها خلت اجزاء اللي هما في الجنوب وكذلك في بندر. وانا ذاك الاتفاق كان وانه فرنسيس يخرج. لكن الفرنسيس غدروا هذا، ثم جملتين قالهم دوغول من ابشع ما قال في التاريخ. تو حبوا يلبسوها البورقيبه، دوغول هو اللي عمل هذا. قال جملتين، قالوا له مون جينيرال راهو ماتوا الاف في بندر، قال لهم لو سون سيش فيت، معناها الدم يشيح بسهوله، يعني العرب ينساو. وهذه من جرائم ضد الانسانيه. الارقام الرسميه تلقاها في ويكيبيديا يقولوا 800، لكن الارقام اكثر بكثير بكثير. نعم، حوالي 7000 قتلوهم الفرنسيين في 3 ايام. 7000 في 3 ايام في بنزرت، بين بنزرت والجنوب. ثاني جمله قالها وقت دخلوا على دوغول وقالوا له مون جينيرال لو تحصلت فرنسا اليوم عندنا القمله النوويه، قال لهم اون بو كيتي بيزر. اول جمله قالها بشهاده جون دانييل ومؤرخين ربطت المغادره بال يعني هما كانوا يحشدوا بنزرت لانها من اهم
هي والمشفى الكبير في الجزائر اهم مواقع في المنطقه هذه ابريق منطقه اتوميك لحد الان من غلط معناها ملك تونس تام. نعم. وتحت تصرف الجيش التونسي من اهم المواقع العالميه الكونيه، وهو كان يقول انه مازالش الحال نتاعي لابارتي داليون، كان عنده صراعات مع الانجليز ومع حلف الاطلنطي، وبالتالي نهار تلقى القنبله النوويه حب يخرج. اما لازم نعرفوا ايه فرانسيس، لانه هو شنو صار، لانه كان اتفاق باش يخرجوا، بلقيمه مشى قابل دوغول في رامبويي. ايه. وقالوا باهي باش نخرجوا، من بعد جاوا التوانسه اكتشفوا السيد احمد يعمل في الترماك، قالوا ايش قاعد تعمل؟ باش تخرجوا ولا قاعد يعملوا في توسعه ويخدموا غادي توسعه. فرانسيس انقضوا نعم. علينا. في مؤشرات للبقاء. نعم. يحبوا يبقاوا، وخاصة وأن تونس ساندت الثورة الجزائرية. راهو ما يلزمش ينساوا العباد، لو بعد الاستقلال حتى التام، فرنسا ما خرجتش في نهار، كما توا أمريكا في العراق. فهمتي؟ يعني قادوا عندهم مراكز الشرطه وعندهم مراكز جدرميه ومراكز بتاع جيش، وقتلوا مصباح الجربوه في الجنوب، وصارت معارك في مارس، وصار وفي نابل تصير مشكله. ومن 58 احداث 58 59 60 حتى 61 62، انا كنت طفل صغير، كانوا بابا وامي يرحمهم يقولوا يمشي قدام دار الطلين هذيك ويبدا يقول فيفا بورقيبا، كنا نقولوا فيفا بورقيبا، يجنوا هو من هذاك. شنو الدلالات؟ بشنو نصير هنا؟ اولا انا نعتبره جريمه ضد الانسانيه. يعني كريم دوغال ولا ينسى، واجب ان فرنسا تعوض عليه وتستعرف تتحتى الحكايه تبقى موت عند التوانسه عند الغرب. وثم ناس توا يقول لك تتحركوا على انسان مات في غانا ولا في الهند وما يتحركش على ولاد بلادك، لو قتلوا 7000 في الثياب 19 و20 و21 جويلية 1961 مش حاجه سهله. معناها 7000 توانسه مشاو شهداء كيك الله يرحمهم وينعمهم. نعم. حاجه. ثاني حاجه اليوم باش نختم باش تفهموا انه الاستقلال ماهوش كان استقلال سياسي، من بعد جاء استقلال اقتصادي واستقلال زراعي واستقلال بالخروج من الفرنكو وارساء الدينار واستقلال كذلك جلاء عسكري. اليوم هذه محطه من المحطات الكبرى باش تبين انه تاريخ تونس اللي هو كله 3000 سنه 40% منه راه احتلال و60% منه هو بناء دوله وطنيه ومقاومه الاحتلال، والان نعم. معركة استرجاع الكرامة الوطنية ما زالت مطروحة، خاصة وأن الغرب عاود انقض علينا بأساليب جديدة، لكن طوبى لهؤلاء الشهداء ولدمائهم، ويجب نعملوا أكثر في الإعلام وفي الاتصال وفي السينما وفي المسرح. شوف الفرنسيس على 14 جويي، وشوف الأمريكان على 4 أوف جولاي، وشوف ريمبر ذا ألم، وكل نعم. شيء مهم جدا. يعطيك الصحة سي سفيان. أستاذة فاطمة، ذكرى الجلاء، وهل معركة التحرير الوطني انتهت فعلا أم ما زالت قائمة بجوانب وبأبعاد أخرى؟ شوف، نحب نقول حاجة شهادة للتاريخ. نعم. أنه أنا واحدة من الناس كنت طالبة، ونتصور سفيان زاد كيفي، معناها كنا عندنا أكل النظرة هذيك، بورقيبة عمل هز الناس للمحرقة وعملها على خاطر باش يوري لعبد الناصر اللي هو راهو حتى احنا زاد نحرروا بلادنا بالسلاح وتصدينا لفرنسا إلى آخره، ولكن الحقيقة هذه شهادة باش نشهدها على نفسي. نعم. وقت اللي انا عملت لقاءات مع معناتها وزراء وشخصيات وطنيه اللي عايشت حرب بنزرت، وكانوا وزراء وكانوا وزراء اول الى اخره مع بورقيبه، مجمعين الكلهم حتى اللي ضد بورقيبه بما فيهم السي احمد بن صالح، شو يقول لك؟ يقول لك المساله اللي حكى عليها سفيان، انه دوغول قال انو ني باكستيون، قال يلزم التوسعة، أضربوا أقتلوا الدم يشيح إلى آخره. والتوسعة هذيك علاش؟ باش الطائرات الأفخم والأكبر والنسبة متاحة وراء بعضهم، يلزم توسعة للمدرج، للمدرج متاع مطار سيدي أحمد. فبالتالي هما الفرنسيس مشاو، تعرف هاك رقصة الديك المذبوح كيما طو الصهاينة في لبنان، اجري 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 واعمل وما يهمكش فيها تونس، يا ولدي تونس مستقلة. لا، ما فماش استقلال، احنا قلنا انه القوات نتاعنا تقعد في الامور بخواتمها. انا كنت ضد بورقيبة، انا من الطلبة اللي كنت ضد بورقيبة ونقول هو نتاع فرنسا وما نعرف شو، لكن من بعد عرفت اللي الرئيس بورقيبة رحمه الله خط أحمر حطوا أنه قاعدة لله في أصغر قاعدة في تونس، لا لو كان تكون باش تكون الخيرات على تونس، لا صين لا روسيا لا أمريكا حاولوا، وما زالت البركة بين ظفرين
في 2015 ولا حاجه كيف ما كان في اكل بالاحرف الاولى ولا شنو هو لما حالة ما يجيش اتفاقيه شريك متميز لا ولا نتاع الامريكان اللي امضاه وزير عند السيده البيجي قايد السبسي شو اسمه محسن مرزوق محسن مرزوق مذكره تفاهم اي مذكره تفاهم او كان مش اتفاق مش اتفاقيه خاطر الدستور التونسي يمنع وكذلك بورقيبه كان يمنع اي قالوا له ساتيليت الفوق قال ما فهم ما نفهم شيء بن علي زاد كذلك اليوم عندنا دي ساتيليت جيسبيغ انه الدوله التونسيه انا مش نحكي في اسرار ولكن نعرف اللي احنا معركه التحرر ما زالت جايه لانه هالشبرين هذوما البلاد الصغيره كانت تنجم تكون سنغافوره قال انا بورقيبه ما نكون سنغافوره متحد هكاش يقولوا ما نحبش نكون سنغافوره وما نحبش نكون تايلاند وما نحبش نكون انا جندي باش يدخل لبلادي ابدا واللي صار انه قاعد تعتيم شويه على الجنوب كما قالت مصباح جربوه قتلوه والى اخره راهو ردوا بالكم في 56 السلاح ما هبطش الكل راهو من جبل وراهو المناضلين قعدوا على تماس الجانب السياسي وقت اللي هبوا الى بنزرت هبوا المناضلين ولكن كانت مجزرة بأتم معنى الكلمة لأن الناس العاديين تقتلوا في بنزرت وهما يدافعوا على شبر هكا مهبط متاع طائرات ولكنه ضد السيادة التونسية. إذا الحديث عن السيادة يلزم النسب والأمور هاني قلت لك أنا حتى نعمل نقد ذاتي تجاه في الفترة في الحاجة هذه لأنه الاكتواء بنار الأجنبي ليس أنه يحل عندك احتلالا نعم. وإنما النار متاع الأجنبي هو أنه يجي يحط لك معناها منظار هوني وقاعدة سواء كانت في السماء ولا في اللوطة ويعس من خلال بلادك أنت ويستعملها دون أن تكون عندك عليها سيادة. واضح أستاذ فاطمة يعطيكم الصحة أيضا سي سفيان. شكرا مشاهدينا الكرام على المتابعة نلتقي في مواعيد قادمة إلى اللقاء.